أعلنت وزارة الثقافة السعودية اليوم المتحف السعودي للفن المعاصر في الدرعية الرياض، وهو متحف مدعوم من برنامج جودة الحياة كمنصة لترويج أفضل الممارسات والأعمال الفنية المعاصرة ونقطة التقاء للمجتمع الفني المعاصر. افتتاح متحف غير افتتاح المعارض، يعني يدل على نظرة وزارة الثقافة في بناء مستقبل للفنانين. وجود متحف معناه أنه حيكون في workshops، حتكون في مؤتمرات، حيكون في معارض متكررة، حضور فنانين عالميين، يعني مثل هذا عمل اللي خلفي، هذا عمل لفنان أسباني جدا شهير، عمل هذا العمل خاصة للسعودية، وهو كل عمله عادة بالأحمر، فهذا أول عمل بالأخضر، فيدل أنه كمان وضع السعودية كنقطة في جغرافية العالم كمكان للفن المعاصر. صعب جدا الواحد يقول أنه هذا عجبني أكثر من الثاني، بس أكيد في أعمال كده يعني كانت قريبة للقلب. يستضيف المتحف في افتتاحيته اليوم معرض بينالي الجنوب الدولي للفن المعاصر بينالسور، الذي انطلق في يوليو الماضي في الأرجنتين، متضمنا أعمالا إبداعية لأكثر من 400 فنان من 27 جنسية، بينهم 10 فنانين من المملكة العربية السعودية، ليقدم رحلة متأرجحة بين الواقع والخيال. ويضم المتحف في مساحاته المختلفة مجموعة من التركيبات الفنية التي تحاكي الذاكرة الثقافية والأدبية والعلمية والوجودية. بالحديث عن التآزر، هو عمل فيديو عبارة عن 5 ساعات يوصف ردة الفعل اللي كانت من المجتمع المحلي في أبها بعد الحرائق اللي حصلت في منطقة عسير. كان الجانب الفني حضور بأن يخلق نوع من المجازية في التعبير عن الأمل الخاص بالمجتمعات التي تعرضت لنفس الحادث، على أمل استعادة الغطاء النباتي الموجود في الغابات اللي تعرضت للاحتراق. This work is grass sound installation. I designed the grass and I ordered to the grass craftsman. They are who created chemical equipment, so very special technique. Some people, my work is like very Japanese, so I think I was invited to this exhibition. Artwork inspired with Japanese traditional culture. Here's my work. I work with the project, the Biosphere project here, and it's about raising awareness about the fragility of our world. So I put some plants inside a completely sealed environment in a sphere, and in a small scale, these represent our proper planet. This is a way to explain the cycles in nature and how the resources are not endless. I have to take care of, you know, our planet. And in more case, in a little, more little scale, we have these small spheres that kept in our proper hand. In this case, we are talking about the planet in our hands. And we have the, you know, we must do something for our planet. And we are part of the problem and we are all part of the solution. وتعد هذه الاستضافة الثالثة في المملكة بعد أن كانت المملكة أول دولة في الشرق الأوسط تستضيف المعرض في عام 2019 بالمتحف الوطني في الرياض، وفي عام 2021 بحي جاكس في الدرعية وقصر خزام في جدة بمشاركة 5 فنانين سعوديين. It's my second Biennale Sur here in Riyadh. I've been here 2 years ago and I'm so glad to see the exhibition today taking place in Samokah, the first Saudi Museum of Contemporary Art. This is absolutely amazing. This museum has been created just in a few months, and it's a new milestone in the beautiful journey of Saudi Arabia towards becoming a cultural hub in the region, within, of course, the Saudi Vision 2030. I'm also very happy to see some French artists taking part, of this exhibition, and to see the cultural links between France and Saudi Arabia reinforced day after day in all fields, but especially in the field of culture.
ويمثل تدشين متحف الفن المعاصر اليوم خطوة تمهيدية لتأسيس المتحف السعودي للفن المعاصر في الدرعية، والذي تنشئه وزارة الثقافة بالتعاون مع هيئة تطوير بوابة الدرعية، ليكون أول متحف للفن المعاصر بالمملكة ومن أضخم متاحفها من حيث المساحة والمجموعة الفنية المعروضة. كانت معكم مجلة سيدتي من حفل تدشين متحف الفن المعاصر في الرياض.